السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت كان والد عندي سؤال لحضرتك. عيال اخويا معانا يوتا وكده. ايوه. فبيجي لهم شهرية، فوالدي ربنا يوفقه ويصلح الحال دخل بهم في جمعية ليهم، ولما قبضها اداهم لحد يشغلهم. فكان في حصل يعني الفلوس راحت وكده، وما اللي شغالهم طلع حرامي وسافر وكده والفلوس راح. ايه. فدلوقتي هو بيسأل حضرتك الاسم عليه والمفروض ان هو يردهم للعيال. والله ليس عليه اسم هو، لانه اجتهد لتسمير الاموال، ولكن ان اعانهم بشيء جزاه الله خيرا. شكرا.